تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. سمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالخير وحياكم الله ويانا في برامج صحة وسعادة. برامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. مثل ما عودناكم خلال البرنامج إن شاء الله بنتطرق لمواضيع وأمور طبية وصحية تهمكم وتفيدكم، ويسرنا استقبال استفساراتكم ومداخلاتكم على أرقام التواصل ويانا في البرنامج. برنامج أرحب فريق العمل وياي اليوم في الإعداد حسني البلاونة، في التنسيق مير المري، وفي الإخراج أيمن سرحيل. صبحكم الله بالخير جميعا. محدثتكم الدكتورة عاشة البسطي. أذكركم برقم التواصل 600-551414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله ويانا. طبعا اليوم يوم الأحد وبداية أسبوع، إن شاء الله الله يجعل فيه بركة وخير وسعادة للجميع. وطبعا هذا اليوم بالنسبة لنا يوم مميز، 3 نوفمبر، طبعا يصادف ذكرى جميلة على قلوبنا وهو يوم يوم العلم. وهاليوم مناسبة وطنية تحتفل فيها دولة الإمارات العربية المتحدة في كل عام. طبعا اليوم لاحظنا وجود الأعلام في كل مكان، في سواء في شوارع وحتى الفرحة في يعني في نفسيات الجميع وخاصة الأطفال. يعني يمكن أول ما تطلعون أي حد ساري نزل عيال المدارس، نفس الشيء التحضيرات من قبل لهذا اليوم، وهذا دليل ويعكس على أهمية هذا اليوم وأهمية هذا العلم بالنسبة لنا. ارفعه عاليا ليبقى شامخا. الله يعود علينا وعليكم إن شاء الله كل سنة. طبعا مثل ما عودناكم مستمعينا، فقراتنا بتكون متنوعة خلال اليوم. نبدأها بفقراتنا فقرة السوشيال ميديا وعندنا فقرة التوعوية. بالنسبة لفقرتنا بنبتدي بدردشة السوشيال ميديا ويا ناس من الجناحي. صبحت الله بالخير أسماء. عليكم وعلى كل متابعي إذاعة نور دبي، نقول يوم علم جميل علينا كل إن شاء الله. إن شاء الله. والجميل أن بداية الأسبوع، يعني سبحان الله، يعني بداية أسبوع جميلة من بدايتها. يخلي الأحد يحبك الأحد. صحيح. كل حد. اليوم صدق أسماء، يعني سبحان الله، يعني تطلعين شوارع تحسين شوارع حتى مختلفة عن كل يوم صراحة. شعور غير، شعور مختلف. تشوفين الإعلام في كل مكان. صحيح. شعور مميز. صحيح. دليل على معزة هذا الشيء في قلوبنا. وحتى الأطفال يعني من الصبح الفيديوهات كيف احتفالهم، يعني يبعث سبحان الله السعادة في نفس كل شخص. فعلا صحيح. دكتورة خلينا نقول لك بعض الأشياء الجميلة الناس تفاعلوا معاها خلال الويك أند. نعم. كان عندنا يوم الجمعة طواف دبي الوادي، وهو طواف شارك فيه الألعاب لغزي الدراجات النارية والدراجات الهوائية كذلك، وما شاء الله كانت مشاركة مجتمعية كبيرة، يعني تقريبا يعني وصل ل 5000 مشارك ما شاء الله الرحمن. وهذا كله يعني مو بس إن يقولون الحريم كشف مبكر، يقول حتى لمرضى السرطان انت قادره على تحدي المرض. صحيح. يعني سرطان الثدي من الامراض اللي ممكن الواحد يشفى منها، فيعني كانوا كلهم اللي لابس مكتوب عليه كير واللي مكتوب ايمان واللي فكله من ينبع من الايمان الشخصي. يعني هاي من الاشياء اللي لفتت انتباهي في الحدث، وهذا الحدث نحن ننظمه سنويا مع شركائنا انها بيكون بشكل سنوي وايضا من المجتمع، لان بدونهم ما كان بيكون الصوت بيوصل بهذه الطريقه. صحيح. أيضا من ضمن الأشياء اللي يعني الناس فعلا تفاعلت معاها، نحن كنا حاطين خبرين من مؤتمر العالمي للأعصاب. نعم. الخبر الأول أنه هي صحة دبي تستخدم إحدى التقنيات العلاجية لمرض الرعاش. صحيح. في التقنيتين تم إعلان عنها
او تكلموا عنها في المؤتمر، وهي ان قلم الحقن واضافه للمضخه صغيره ضخ الدم من تحت الجلد. لاحظت اسماء كذلك في تفاعل بالنسبه لهذا الموضوع. هين يعني انا ما توقعت التفاعل من الناس، واللي يسالون واللي هذا الخبر، والخبر الخاص بالصداع النصفي اللي يقول الامارات، دوله الامارات تعتبر ثاني دوله في العالم ان تستخدم احدث علاجات الصداع النصفي، يعني نحن ثاني دوله من بعد امريكا ما شاء الله. فهالعلاجات متوفره عندنا ومتوفره ايضا في مستشفى راشد. الحمد لله الحمد لله. فهي من الاشياء اللي الواحد يعني فعلا يفتخر فيها ان نحن عندنا في دوله الامارات احدث الاشياء، ان الواحد اللي وايد امراض ما يحتاج اصلا يسافر برا، كله صحيح. موجود. صحيح. ومثل ما عودناهم النصيحه اليوميه للرياضيه، نعم، يمكن الوقايه من معظم امراض القلب والسكته الدماغيه عن طريق اجراء تغييرات في نمط الحياه المتبع من خلال تناول طعام صحي وممارسه النشاط البدني والتوقف عن التدخين. احب اقول لا، انا كل شيء صاحي فيني بس انا ادخن، ترى تخرب كل شيء، ايش اسوي؟ نقلل. تعرفين دائما اقول ما مشكله بس نقلل، ابدال الباكيت نص الباكيت، يعني على الاقل تقليل، يعني ما بشرط، يعني مع الوقت الواحد يتعود، ونفس ما قلتي انت يعني الواحد قدر هذا كله فيقدر على شيء بسيط. هي في النهايه الانسان يعني عنده القدره انه يسوي وايد اشياء، بس صحيح. يعني المفروض نحن نؤمن بنفسنا ان احنا نقدر، وما نخلي اللي حولنا ياثرون فينا. احيانا الشخص يكون عنده عزيمه عاليه لكن البيئه اللي قاعد فيها مو قاعده تساعد، فايضا حاول نتصاحب الناس اللي سهل فعلا يحبون نفسهم، لان اول ما تحب نفسك مستحيل ترضى على نفسك ان انت تضرها باي طريقه كانت. صحيح. ونختمها بالرساله الصباحيه اليوميه، 10 دقائق في بدايه عملك لتحديد مهامك اليوميه في العمل، اكتب مهامك، رتب اولوياتك، ثم تميز في انجازهم. ودمتم بصحة وسعادة. ودمت بصحة وسعادة أسماء الجناحي، شكرا لك. مستمعينا، هاي كانت فقرتنا في دردشة السوشيال ميديا، وكانت ويانا زميلة أسماء الجناحي. بننتقل فقرتنا التوعوية، واليوم بنطرق الموضوع جدا مهم. طبعا كلنا مهتمين بخصوص الذاكرة، ودائما نقول ننسى، وأشياء وايدة ننساها وما نعرف ليش ننسى، حتى في أعمار صغيرة معظم الأحيان. اليوم بنتكلم عن تغذية الذاكرة، ويانا أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة هنادي القبيش. صبحت الله بالخير استاذة هنادي. صباح النور، يا هلا. اهلا. طبعا اليوم موضوعنا جذاب صراحة بخصوص تغذية الذاكرة. طبعا، لانه كثير هالايام هاي مثل ما تفضلتي كثير من الاشخاص بيعانوا من ضعف الذاكرة والنسيان، وهاي بتكون لها عدة اسباب. حتى ممكن لاحظ عند يعني اعمار صغيرة، يعني كمان هاي الإشي شائع إنه كثرة النسيان، مو بس يعني مرتبط بالعمر طبعا، وهاي له عدة أسباب، ممكن نتيجة مثلا تقدم بالعمر أو بعض الأمراض أو نقص بعض الفيتامينات، التعرض للضغوط النفسية والتوتر، كل هاي الأسباب بتزيد من تعرض الإنسان لضعف الذاكرة والنسيان. والدماغ طبعا هو بيعتبر مركز التحكم بجميع أعضاء الجسم وأجهزته، والغذاء الصحي والمفيد بيلعب دور كبير في الحفاظ على صحة الدماغ وتحسين مهامه مثل التركيز والذاكرة. صحيح. من أهم هاي الأطعمة اللي بتلعب دور كبير في الذاكرة والحفاظ عليها، نعم، الأسماك الدهنية، وهاي بسبب احتوائها على نسبة عالية من الأحماض الدهنية اللي هي أوميجا 3، بتساعد على تطور ونمو الدماغ وخلايا العصبية كمان موجودة في الدماغ. هلا وين هاي موجودة الأسماك الدهنية؟ في سمك السالمون، التونة، ومننصح تقريبا تناولها للأشخاص تقريبا من 2 لـ3 مرات أسبوعيا. الشغلة الثانية التوت البري، أو اللي هي الفاكهة اللي بنقولها ألوانها داكنة مثل الفراولة، التوت البري، الخوخ، هاي احتوائها على مضادات الأكسدة، هاي بتحسن التواصل بين خلايا المخ وتحسين الأداء العقلي والذاكرة، فبننصح كمان تناولها في كل مواسمها، متى توفرت يفضل يعني تناولها. هلأ كمان في عنا الكركم، بيحتوي على مادة اسمها كيوركيومين. هلأ هاي
برضو تعتبر من المواد المضادة للأكسدة اللي نعم بتدخل مباشرة للدماغ وبتحسن الذاكرة. كمان احنا كتير هلا ومن اكثر الناس استهلاكا الها الاطباء اللي هي الدارك شوكليت، الشوكولاته الداكنه، هلا بسبب احتوائها على مجموعه من المركبات النباتيه المضاده للاكسده اللي هي بنسميها الفلافونويد. هاي بتلعب دور في تنشيط الدماغ والخلايا العصبيه، فاحنا بننصح تناولها. هلا مو اي نوع شوكولاته، الشوكولاته الداكنه اللي هي الدارك شوكليت، نعم هلا اللي بتكون كل ما عليت نسبه الدارك شوكليت فيها نعم اللي هي ماده الكاكاو بتكون اكثر فائده، وحتى بيكون لها فائده لمعالجه اللي هي امراض القلب والشرايين. مثلا كل ما كان مور ذان 60% بيكون احسن، أكثر عن 60% اكثر عن 60% بيكون يكون افضل، أحسن. يعني بيكون فوائدها اعلى. هلا كل ما ارتفعت النسبه بتكون الفائده لها كمان احسن واحسن. كمان ممتاز. زيت الزيتون بيحتوي كمان على مضادات الاكسده، ويفضل تناوله تقريبا 2 ل 3 ملاعق كبيره يوميا. لكن انا حابه اذكر ملاحظه، كثير نعم. في من الاشخاص يعني بيستخدموا زيت الزيتون اثناء الطبخ. هلا زيت الزيتون ما بتعرض لحرارة عالية لأنه درجة احتراقه قليلة، صحيح. فممكن يحترق ونواتجه بتكون مواد مسرطنة، فيرجى عدم استخدام زيت الزيتون أثناء الطبخ، لكن ممكن إضافته إضافة إلى الأطعمة والسلطات. أوكي، اوكي هلا نيجي كمان للمادة الخامسة اللي هي المكسرات. نعم كمان لاحتوائها على الأوميجا 3، في كتير دراسات أوجدوا إنه اللي بتناول المكسرات على سنوات عدة بتمتعوا بذاكرة أفضل من الأشخاص اللي بتناولوها بكميات كتير بسيطة أو بالمناسبات. نعم هلأ بالإضافة لكل ما ذكرنا من الأطعمة، في كمان عادات ممكن إحنا نمارسها ممكن كمان تنشط من الذاكرة، مثل التفاعل الاجتماعي. الواحد يكون في طبعه اجتماعي، عنده حياة اجتماعية، والمحافظة على النشاط العقلي والحب التعلم باستمرار والقراءة، هاي كمان صحيح. بتنمي العقل والذاكرة. وكمان النوم ساعات كافية في اليوم، هاي كمان بتساعد على الحفاظ على الذاكرة وخلايا الدماغ، صحيح نحتاج. بالإضافة لكل ما ذكرناه والغذاء الصحي نعم طبعا الغذاء يلعب دور بعد كبير، وكذلك الأشياء اللي ذكرتيها أستاذة هند هذه والرياضة. بهالخصوص. والرياضة، ممارسة الأنشطة الرياضية كمان إلها دور. أوكي. الأستاذة هنادي غبيش، اختصاصية التغذية في هيئة الصحة بدبي، شكرا لك. أهلا وسهلا حبيبي. شكرا لك. طبعا هذا كان موضوعنا مستمعينا بخصوص تغذية الذاكرة، ومثل ما ذكرت لنا الأستاذة هنادي يعني التغذية لها دور، وكذلك أشياء معينة كذلك لها دور، مثل النوم أوقات كفاية، كذلك ممارسة الأنشطة اللي تنشط الذاكرة. كذلك مستمعينا طالعين فاصل وراجعين لكم، خلكم ويانا. صحة وسعادة مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 600551414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. في فقرتنا الحين بنتحدث عن أحد التخصصات الطبية المهمة، وبنتحدث أكثر عن هذا القسم واللي هو خدمات قسم الأوعية الدموية بمستشفى راشد. ويعتبر هالقسم أحد الأقسام التخصصية اللي تقدم خدماتها المتعددة للمرضى وفقا لأحدث الممارسات والبروتوكولات العلاجية. بنتحدث أكثر عن هالموضوع، يسرنا يكون ويانا اليوم الدكتورة دينا القدرة، استشاري ورئيس قسم الأوعية الدموية بمستشفى راشد. صباح الله بالخير دكتورة دينا. يعطيكم الصحة والعافية، الله ويا رب أتمنى للجميع الصحة والعافية والسعادة. مشكورة دكتورة، نتمنى لك الصحة والسعادة. دكتورة طبعا قسم الأوعية الدموية وهذا وكذلك تخصص الأوعية الدموية واحد من أهم التخصصات الموجود عندنا في قطاع في القطاع الصحي، فحابين نتحدث أكثر عن الخدمات اللي يقدمها هذا القسم للمرضى. بداية طبعا احنا في مستشفى راشد مقرنا، ولكن نعم. طبعا نخدم جميع الفروع في مستشفى راشد في هيئة الصحة،
سواء المراكز الرعاية الصحية الأولية أو الأغلب طبعا الطوارئ والحوادث اللي في جميع المستشفيات. نعم. سواء مستشفى راشد أساسا، مستشفى دبي، ومستشفى لطيفة، لأي يعني طارئ أو حالة مستعيلة إحنا نروح ونخدم المريض في مكانه. الشيء الثاني الأساس طبعا في مستشفى راشد، إحنا أولا خدمات الطوارئ والقسم على استعداد تام للخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. نعم. طبعا النظام هذا النظام الطوارئ، بينما في يعني عملنا اليومي هذا يكون عن طريق العيادات الخارجية، نستقبل مرضى مثلا اللي هو المرضى اللي مش مستعد حالتهم مستعيلة، دواري الساقين، أمراض القصور تروية الساقين مثلا نتيجة تصلب الشرايين من مرض السكري أو مرض الضغط، طبعا وكل الأمراض العصر الحالية. نعم. يتم تشخيص المرضى في العيادة، أولا تقييمهم ثم تشخيصهم عن طريق مختبر كامل متكامل. جميع الخدمات تتم في مختبر الأوعية الدموية اللي هو يعني ينتمي للقسم العيادات الخارجية. ممتاز. في هذا المختبر تتم كل الفحوصات اللي هي نسميها non invasive، يعني ما فيها إبر، مش شيء خطير، ما فيها إشعاع أو ما فيها حتى تدخل جراحي أو تدخل جراحي عليك نور، فيكون عن طريق بداية بالألتراساوند عندنا اللي هو الموجات الصوتية للناس اللي هم عندهم الدواري الساقين، أكثر الحريم طبعا عندنا مراجعين. صحيح. أمراض القصور التروية للساقين هذا مهم جدا، لأن تردنا أعداد كبيرة من المرضى المراجعين عن طريق مركز السكري، عن طريق جراحة الجراحة العامة، عن طريق أمراض الباطنية، كل المرضى يجون على أساس تقييم القدم السكري. نعم. الناس اللي عندهم جروح أو تقرحات، طبعا هاي ناهيك إن إحنا تقريبا نعتبر رقم واحد على مستوى دول الخليج في حدوث مرض السكر. مرض السكر. طبعا بداية يعني أنا يعني أحب دائما من منبركم إني أقول الوقاية خير من العلاج. صحيح. نعم. فيتم فحص القدم للمرضى هذيل في مختبر الأوعية الدموية بأحدث الأجهزة، وما عرفت مثلا أنا إذا ما حسيت النبض في ساق المريض أو في قدم المريض، بالتالي لازم يخضع لفحص شامل في مختبرنا. يتم تقييم الحالة وبالتالي أقول لك مثلا أنا تروية الدم في هذه الساق من 1 إلى 10، طبعا كل ما قل الرقم يعتبر عندي قصور في تروية الساقين، منها يرد المريض للدكتور وبالتالي طبعا يناقش وياه ويقول له اوكي انت تحتاج الخضوع لقسطرة او الخضوع لأشعة مثلا سيتي سكان اللي هو الأشعة المقطعية، او اللي هو نبتدي في الأشياء اللي نقول اكثر صعوبة. نعم. لعلاج هذه الحالات دكتورة. نعم. دكتورة حابين نتعرف أكثر عن حالات المرضية اللي تراجع القسم، تحدثنا عن نقص التروية عند مرضى السكر، شو الحالات الثانية اللي يشوفونها في القسم كذلك؟ من الحالات اللي هي نمبر 1 في كحالة طارئة اللي هي انفجار شريان الأبهر في البطن أو في نعم. الحوض، هاي من الأشياء اللي سبحان الله نسبة الوفاة قبل الله المريض يجي المستشفى تكون 90%. كنا في السابق ناخذ المريض الى دارك على غرفة العمليات، وطبعا يتم جراحة فتح البطن وعملية معقدة جدا. نعم. حاليا سبحان الله من الحوادث يروح المريض مباشرة في خلال اقل عن نص ساعة الى قسم القسطرة، يعني سبحان الله احنا كقسم صحيح جراحة ولكن ويانا قسم اللي هو الجراحات التداخلية او الاجراءات التداخلية. نعم. الحين طبعا يمكن اكثر عن 70 إلى 80% من خدمات الأوعية الدموية توزع عن طريق الإجراءات التداخلية اللي هي بالقسطرة، حتى هاي الجراحات المعقدة استوت عن طريق القسطرة، وبالتالي أقل ريسك ممكن أو خطورة على المريض بالنسبة للنقاهة بالنسبة للإفاقة ما بعد العملية. صحيح. هاي من الأشياء اللي هي top urgent يعني على مستوى قسمنا. الحالات الثانية مثل ما تكلمنا دواري الساقين. نعم. طبعا هاي أكثر المراجعين من صحيح. من الحريم، خلنا نقول شريحة الحريم، وفي طبعا من الرجال، ولكن أعداد كبيرة من المراجعين بالنسبة لدواري الساقين. دكتورة نعم. حالات ثانية مثل ما بس بذكر اللي هي داء الفيل، ورم الساقين، وايد من الناس يعني يجون يراجعون عيادة الأوعية الدموية عشان عندهم ورم في القدمين أو ورم في الساقين أو ورم في الأيدي اللي هو نسميه داء الفيل، طبعا يتدرج من بسيط إلى متوسط إلى شديد الإصابة. نعم.
دكتورة، تحدثنا عن مرض دواري الساقين، من أكثر الأمراض اللي توردكم أو تراجع القسم، فممكن تحثينا أكثر عن الخدمات التشخيصية وكذلك العلاجية اللي يقدمها القسم للي يعانون من دواري الساقين؟ نعم، خلي يمكن أتطرق شوي لأسباب دواري الساقين. صحيح. أكثر شيء الحريم اللي يقولنا مثلا عندها ألم، عندها وريم في الريل، عندها مثلا برود الشعيرات هاي الدقيقة، ولا إن دواري كبيرة بارزة في الساقين أو في الفخذين. هذه طبعا أكثر مثلج، أنا أشتغل مثلا معلمة وأشتغل مثلا ممرضة أو في صالون، فالطبيعة العمل نتيجة إن توقف لفترة طويلة أو تجلس في العمل لفترة طويلة، هاي تأثر على الناس اللي عندهم الدواري، طبعا تخلي الموضوع إنه يزيد سنة عن سنة عن سنة. الشيء الثاني، العامل الوراثي يلعب دور كبير. يمكن من 70-80% من الناس، نعم تقول لك أنا أمي عندها دواري، أبوي عندها دواري، خواتي عندهم دواري وشي، فالعامل الوراثي يلعب دور. بالتالي قبل الله الحرمة أن يستوي عندها دواري أو بداية الشعيرات هاي بدواري عنكبوتية، أنا المفروض أني أقي نفسي وأني أراجع الطبيب، أشخص حالتي قبل لا تتفاقم المشكلة. مثلا إذا أنا عرفت أن أمي كان عندها وصار عندها مثلا درجة متقدمة من الدواري وما راجعت إلا بعد فترة طويلة من الزمن. الأسباب الثانية، الحمل المتكرر عند الحريم. مثلا قلت أنا حامل، بدأت الدواري عندي تزيد، بدأت مثلا شكلهم ما مبعايبني، وايد يأذوني شكلا، صار اختلاف في لون الكعب مثلا مال الريل، سبحان الله منظر يشوه الساقين. طبعا التشخيص يتم مثل ما تكلمت في مختبر الأوعية الدموية اللي عندنا، عن طريق يعني تحت تحليل بسيط جدا اللي هو السونار او فحص الموجات الصوتيه. من هنا من مختبر الاوعيه الدمويه نقرر ان درجه الدواري اللي عند الحرمه او عند المريض، عاده الدرجه تكون من 1 إلى 6. طبعا درجه اولى اللي هي بسيطه جدا، شعيرات او نسميها دواري عنكبوتيه، وطبعا تزيد في الشده الى درجه 6، ممكن توصل الى تقرحات في منطقه الكعب، واحنا طبعا ما نحب ان نوصل لهالدرجه، لان كل ما زادت شده الدواري تزيد يعني تكون اصعب في العلاج. صحيح. وسائل العلاج، الحمد لله حاليا احنا تتم كل العلاجات للاوده في عمليات اليوم الواحد، يعني ما عندنا اي مريضه او مريض ينام في المستشفى مثل ما كنا اول، مثلا خلينا نقول قبل 10 سنوات او 15 سنه. كل العمليات تتم في جراحة اليوم الواحد، المريضات تأتي على القسم كأنها داخل عيادة، تخضع لمثلا عملية الليزر أو عملية التردد الكهربائي أو عملية عندنا حتى تقنية جديدة اللي هي العلاج بدال الليزر بالصمغ. ما فيها أي ألم، ما فيها أي مخدر، ما فيها أي سبحان الله حقن، والمريض يكون صاحي خلال ساعة نص ساعة بالكثير، العملية تخلص، تكون في الإفاقة لفترة بسيطة جدا أقل عن ساعة وتروح البيت. ممتاز. تقدر تشغلها، تقدر ترد إلى عملها خلال يوم يومين بالكثير. ممتاز ممتاز. والحمد لله التقنيات الجديدة دكتورة اللي يدخلونها أول بأول كذلك في يعني في مجال الصحة وفي مجال العمل، هذا الشيء يعني يطور من القسم أكثر وأكثر، ويخلي صدق دبي يعني أنها وجهة لسياحة طبية أو صحية كذلك. صحيح. والحمد لله احنا يعني دائما يعني في خدماتنا مثل ما تفضلتي دبي، سبحان نطمح دائما نكون رقم واحد، فاحنا دائما نكون اب تو ديت في كل المعلومات. يعني انا عندي بعد اسبوع ان شاء الله بكون متحدثه في مؤتمر عالمي في نيويورك، يعني تخيلي اني بتمثلين هيئه الصحه، بتمثلين دبي سبحان الله، وفي حاله نادره جدا سويناها في مستشفى راشد، فبقدمها هناك، والحمد لله هذا الشيء. بالعكس احنا نفتخر ان احنا نبرز دور دبي، دور جراحين دبي، احنا بالعكس نكون الحمد لله خدماتنا تواكب حتى اكبر الجراحين في امريكا. الحمد لله الحمد لله، ونتمنى لكم التوفيق دكتوره اكثر واكثر. الله يسلمك. تسلمين. الدكتوره دينا القدرة، استشاري ورئيس قسم الاوعيه الدمويه بمستشفى راشد، شكرا لك.
يعطيكم الصحة والعافية. يعطيك العافية دكتورة، نتمنى لكم التوفيق أكثر وأكثر. طبعا مستمعينا، هذه كانت خدمات، تكلمنا عن خدمات القسم الأوعية الدموية بمستشفى راشد، وكلمتنا كذلك دكتورة دينا عن أهم الحالات اللي تيهم في هذا القسم، وكذلك طرق العلاج والطرق الحديثة اللي استحدثوها خاصة لمرض الدوالي. طالعين فاصل إن شاء الله وراجعين لكم، خلكم ويانا. صحة وسعادة مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية ببرنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 600551414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله ويانا. في استفسار يعني عن طريق الرسائل النصية، يقول ما عرفنا لنا الحين، في دكاترة يقولون ضيفوا زيت الزيتون في الطبخ وحد يقول لا. قصدنا بزيت الزيت الزيتون ينضاف للطبخ، يعني للأكل بعد ما يخلص نضيف فوق شوي زيت زيتون أو زيت زيتون أو على السلطات، بس ما نطبخ فيه، يعني ما نرفع درجة حرارة عالية ونطبخ فيه. هذا هو قصدنا بإضافة للطبخة، يعني بعد الطبخة ما تخلص، مو بأني أقلي فيه أو أني أستخدمه في الطبخ. السؤال الثاني، لو سمحتي دكتورة، ممكن رقم مركز الدوالي؟ تقدرون تتصلون على مركز الاتصال بهيئة الصحة بدبي اللي هو 800 DHA أو 800342، وإن شاء الله بيوصلونكم لمركز الدواء لقسم القسم الأمراض لمركز الدوالي اللي هو قسم الأوعية الدموية، وعن طريقه بتتعرفون أكثر. وفي رسالة شكر كذلك على مستشفى دبي، نشكرك مستمعنا الكريم على هذا الشكر، لأن صراحة كذلك يعني كلمة الشكر وايد تأثر في ناس كثيرة صراحة، وتخليها تعطي أكثر وأكثر. مستمعينا، نرجع لمواضيعنا وفقراتنا في البرنامج. بتنظم إن شاء الله هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع جمعية الإمارات الطبية خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر الجاري المؤتمر السنوي العالمي لأمراض الجهاز الهضمي بمشاركة نخبة من الأطباء والمختصين في هذا المجال الطبي. وبنتحدث أكثر وأكثر عن هذا المؤتمر السنوي العالمي لأمراض الجهاز الهضمي، ويانا الدكتور أحمد محمد خصوان، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي والكبد بقسم المناظير بمستشفى راشد. صباحك الله بالخير دكتور أحمد. صباح الخير دكتور، شو أخباركم؟ الحمد لله، شو أخبارك دكتور؟ يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك. الله يخليك دكتور. حابين نتعرف أكثر عن هذا المؤتمر وأهدافه. طبعا شكرا جزيلا لكم كالعادة، دائما أنتم بتتابعوا الآخر تطورات لنا في القسم، فمشكورين دائما إذاعتكم كريمة. الحقيقة دكتور، تم الإعداد لهذا المؤتمر على مدى شهور ماضي صراحة، يعني للخروج بأفضل صورة ممكنة. نعم. هو المؤتمر طبعا مش على مستوى إقليمي، هو على مستوى عالمي، مستوى سنوي تقريبا، على تقريبا التواتر هو سنوي للمؤتمر السنوي العالمي لأمراض جهاز الهضم، فرح يكون بين 14 و16 نوفمبر إن شاء الله تعالى. طبعا في فعاليات عديدة جدا، وفي طبعا رح يكون مشاركين من خلال المقدمين المحاضرات أو أطباء التنظير أو أطباء الحالات الاستقصائية على مستوى العالم، نخبة من تقريبا من أمريكا الشمالية ومن غرب أوروبا ومن شرق آسيا بعد. رح يكون إن شاء الله بين 14 و16 نوفمبر طبعا، والحالات رح يشتغل في المؤتمر رح تكون من كل إمارات الدولة إن شاء الله. ما شاء الله دكتور. بيكون المحاور اللي بيتركز عليه هذا المؤتمر إن شاء الله؟ هو الحقيقة المؤتمر طبعا عشان شيء كان طبعا التحضير أخذ منها شهور، بنفس الوقت وعلى شكل متوازي بتكون عدة فعاليات ماشية جنب بجنب. أول حاجة رح تكون في مستوى قاعة المحاضرات في مركز التجارة العالمي. نعم. في دبي رح تكون المحاضرات طبعا من نخبة من أطباء الجهاز الهضمي على مستوى العالم، المستهدفين طبعا أطباء الجهاز الهضمي وفنيين التمريض وفنيين التنظير. نعم. على طبعا هذا لمناقشة آخر ما توصل إليه يعني في أمراض الجهاز الهضمي والكبد وتبادل الخبرات والآراء. على مستوى آخر على جانب المؤتمر رح يكون في ورشات عمل لتحسين خبرات الأطباء المنظرين المبتدئين الفنيين التنظير. على مستوى آخر رح يكون في طبعا نقل حي مباشر لحالات تنظير مستعصية وصعبة جدا، رح تكون من مشفى راشد، رح تكون نقل مباشر لغرفة الاجتماعات في مركز
دبي للتجارة العالمي. طبعا الحالات اللي راح نشتغل عليها راح تكون طبعا بالمشاركة يد بيد أطباء مشفى راشد، راح يكونوا موجودين مع الأطباء اللي جاي من غرب أوروبا ومن أمريكا الشمالية. ممتاز. والحالات طبعا هي طبعا بيشمل الحالات اللي في البلد، اللي عادة كل المشافي بتطلعها لبرا بتستثمرها عشان تنشغل برا. احنا بنستغل الفرصة ومنجيب أطباء اللي المرضى يروحوا عندهم يسافروا عندهم نجيبهم عنا، ونجمع الحالات الصعبة والمستعصية من كل إمارات الدولة ومشتغلها على مدار يومين إن شاء الله تعالى. إن شاء الله دكتور. طبعا هذه المؤتمرات الطبية اللي تحدث سنويا، يعني كل تخصص سبحان يعني تحدث سنويا أو أكثر عن مرة في السنة، لها أهمية كبير ودور كبير. نحن كأطباء يعني عارفين يعني وايد، يعني بالنسبة لنا هذه المؤتمرات تعتبر يعني جزء أساسي من عملنا وحتى تدريباتنا السنوية. فممكن تعطينا فكرة عن أهمية مثل هالمؤتمرات الطبية للأطباء وخاصة الأطباء اللي في المنطقة؟ هو حقيقة أنا أوافقك الرأي دكتورة تماماً 100%. طبعاً إحنا عندنا سياسة في هيئة صحة دبي دائماً يعني تحاول دائماً الحرص على بقاء كل الطاقم التمريضي والطبي تبعها في أحدث مستوى من المعلومات على مستوى العالم. دائماً بتشجع على أحداث المؤتمرات وحتى موضوع التسفير للخارج. صحيح. حتى الناس تظل دائماً على تواصل مع أحدث ما توصل إليه العلم. إحنا بالنسبة لنا اختصاصنا صراحة في جانبين، جانب الأمراض وعلاجاتها، وهذا غالباً سنوياً بيصير فيه أشياء تحديثات مهمة على مستوى علاج الأمراض ومتابعتها. والمستوى الآخر هو مستوى بتعرفي أجهزة التنظير، كون حادة إحنا في عصر الثورة التكنولوجية. صح. كل سنة طبعا سنة تقريبا بصير في عنا دائما في إصدارات أخرى للمناظير الحديثة، لإجراءات التنظير، لحتى الأكسسوريز اللي بتكون مرافقة لأجهزة التنظير وكيف ممكن تساعدك بالإجراء التنظير على أفضل شكل ممكن. فطبعا هذا حدوثها سنويا، وإصرار إحنا على نبقى على تواصل معها وعلى تنظيمها سنويا هو دائما بيرجع بالفائدة للجميع. أولا للطاقم الطبي اللي في موجودين في طبعا هيئة صحة دبي، وبالآخرين طبعا راح يكون الحضور من كافة أنحاء العالم، من المنطقة، من آسيا، من الشرق الأوسط، من آسيا ومن أوروبا، ويعني تقريبا هم متوقعين عدد الحضور بالمئات، فهي طبعا مغنية للجميع. أنا وافق الرأي 100%. نعم، وخاصة تبادل الخبرات دكتور، يعني نعم. من جميع الدول العالم، وكل واحد يعني بيقولك خبرته في هذا المجال، يعني جدا يعني جدا الموضوع مهم، خاصة في تبادل الخبرات خاصة الطبية. صحيح. دكتور، كلمة أخيرة توجهها لمستمعينا خلال البرنامج. احنا دائما طبعا كلمة شكر موجهة جدا لإذاعتكم. احنا دائما تقريبا كل شهرين أو ثلاثة بنتذكر انه بتتذكروا قسم الجهاز الهضمي في مشفى راشد مشكورين دائما شو ما بيحدث عنا تطورات بتتابعونا بتتابعوها معنا، فانتوا دائما مشكورين. واحنا مثل ما حكينا طبعا كمان لازم أوجه شكر لإدارة مشفى راشد، لأنه موضوع الورشة العمل التنظيرية هي كان بدها تسهيلات وايد من خلال التسجيل ومن خلال تسهيل المواصلات والإقامة، طبعا تسهيل التسجيل مفتوح عبر العالم. فكمان يعني الشكر لإدارة مشفى راشد والشكر لإدارة هيئة صحة دبي على التعاون دائما والتشجيع على الوصول والخروج بأفضل صورة ممكنة لمشافي هيئة صحة دبي. نتمنى لكم كل التوفيق دكتور أحمد محمد خصوان، أخصائي أمراض جهاز هضمي وكبد بقسم المناظير بمستشفى راشد. شكرا لك. شكرا. شكرا لك، يعطيكم ألف عافية. صراحة المجهود الكبير وخاصة في هذه المؤتمرات الطبية وتبادل الخبرات لرفع مستوى الصحة عندنا في دبي بخصوصا والإمارات عموما. مستمعينا، هذه كانت فقرتنا لليوم، وتحدثنا فيها عن مؤتمر أمراض الجهاز الهضمي اللي بيكون إن شاء الله في تاريخ من 14 إلى 16 نوفمبر الجاري، بيكون في مركز دبي التجاري إن شاء الله. مستمعينا، وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. أشكر فريق العمل وياي اليوم في الإعداد حسني البلاونة، في التنسيق ميرا المري، وفي الإخراج أيمن سرحيل، وطبعا محدثتكم دكتورة عاش البسطي. واليوم طبعا بيكون عندنا رفع العلم إن شاء الله خلال يعني دقائق معدودة، واليوم احتفالنا بيوم العلم. إن شاء الله بداية أسبوع جميلة وموفقة للجميع. نلقاكم باكر على نفس التوقيت، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.